مصطفى حبيبي مين رد عليا؟ الولد ماله؟ ايه اللي حصل؟ والله ما عارفه هاني، ما هو كان بينام قام عشان يدخل الحمام ويا فشل تحتته على السرير. لقيتي انت اللي عملتي فيه؟ لا والله ده انا عيني عليه ليل نهار. هاتي برفيوم بسرعه. حاضر. مصطفى، مصطفى يا حبيبي اتفضل. مصطفى شكله بيفوق اهو. مصطفى، مصطفى انا كلمت الدكتور حاتم ما بردش عليا، بعت له اخوك معتز. اوعى كده اتفضل كده، خليني ابص عليه. مصطفى حبيبي رد عليا يا حبيبي، انا جبته. يلا يلا نشيله نوديه اي مستشفى او حاجه، الولد قلبه بيدوي جامد قوي. بالراحه شويه على الولد، مش مستحمل. على فكره مراتك عندها حق، لازم الولد يروح المستشفى. تعال شيل معايا. انا اللي مش قادر استحمل اشوفه كده. على ملك، على ملك، بالراحه بالراحه منك. مصطفى بالراحة. على مهلك، على مهلك يا معاذ، خلي بالك من الواد يا معاذ. بالراحة. يا رب يا رب سترك، سترك على عبادك يا رب، سترك ورضاك يا رب. Watch it، ما تخليش حاجة تفوتك.